العظيم هو مستعد كده دلوقتي يا جماعة انه يعضني بالسيول. تعال 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 يا جماعة تعبين. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة المكان اللي انا فيه دلوقت، انا دلوقتي في قرية وفي مساحة هنا كبيرة زي ما انتوا شايفين وراي بالظبط، في اماكن زراعية زي اللي ورايا هناك خالص، وقبل المنطقة الزراعية دي في حتة ما اقدرش اقول عليها صحراوية ولكن هي جافة شوية وفيها كائنات من اللي هي بتعيش في التربة اللي هي شبه صخرية. فانا يا جماعة في النهاية هحاول اصطاد تعابين هنا في التربة دي، وكمان هصطاد تعابين في التربة اللي هي الزراعية اللي هناك خالص. انا اصطادت هنا كتير قبل كده ولكن اول مرة اوثق صيد الزواحف او التعابين من المنطقة دي بالذات. خليكم معانا. انتوا عامة يا جماعة لما تيجوا تصطادوا تعابين او زواحف فانتوا اهو في منطقة طبيعية او منطقة نائية ما فيهاش حضارة بشرية، فهتدور على الزواحف فين؟ اولا في زواحف او تعابين يعني بمعنى اصح نهارية، وفي تعابين ليلية، وفي تعابين نهارية وليلية في نفس الوقت. فانت عشان تصطاد تعابين يا اما هتيجي هنا وقت الشروق هتلاقي التعبان بيتشمس، لان انتوا عارفين ان الزواحف من ذوات الدم البارد بتحتاج مصدر الحرارة تتشمس فيه، يا اما عامة هتلاقيه تحت اي صخرة او جوه اي جحر او ما بين اي شقوق، هي زواحف يعني فاهمني. اديني دلوقتي نكمل تدوير، واتمنى يعني ان احنا نصطاد اي حاجه بحيث نشرح عليها النهارده. انا اتلقيت جحر النمل ده يا جماعه. اولا عايز اقول لكم حاجه بخصوص النمل، عمرك ما هتلاقي اي حشرات او زواحف او اي حاجه عامه قريبه من النمل، لان انتوا عارفين ان النمل كائن بيفترس اي شيء يقرب منه. انا كنت اتمنى يكون معايا حشره دلوقتي احطها في الجحر ده وتشوفوا ايه اللي هيحصل فيها بالظبط لما احط اي حشره وسطيهم، حرفيا هيتجمعوا عليها موتوها. شايفين يا جماعه النمله اهو، من امتع الكائنات اللي انت بتستمتع بمراقبتها عامه يعني. شايفين شايلين الاكل ازاي، بس احنا هنا مش جايين عشان نتفرج على النمل، فيلا بينا نكمل جولتنا. هي دي يا جماعه التربه اللي انا بحكي لكم عليها، اللي هي التربه الرمليه دي. شايفين التربه هي مش طينية ولا صمرة زي اغلب الدلتا يعني عامة، فالتربة دي في كائنات معينة بس هي اللي بتعيش فيها، والتربة الصمرة برضو ليها الكائنات المتخصصة في البيئة بتاعتها. فبالرغم ان البيئتين شبه بعض وقريبين من بعض، الا ان شايفين اختلاف بسيط زي ده، بقى في كائنات بتعيش التربة دي وفي كائنات بتعيش التربة دي. نباتات زي دي يا جماعة، الزواحف والقوارض وكل الكائنات عامة اللي بتعيش التربة الرملية دي، ما بتصدق تلاقي مكان زي دوت عشان بيكون ملجأ ليها. فانت تعمل ايه عشان تصطاد منها؟ هيبقى طبعا معاك عصاية عشان لو في حاجة سامة متورصكش ولا حاجة، وعشان انت اصلا طبيعي مش هتعرف تمد ايدك جوه الزرع ده لانه بيشوك. فانا هوريكم دلوقت لما تشوف زرع زي ديت هتعمل ايه بالظبط عشان يمكن تطلع منها اي كائن. اه يا جماعة، من اول ما مديت ايدي فيها ده بالظبط اللي بحكي لكم عليه، الشوك ده. فخلوا بالكم بقى. انا ما لقيتش حاجه يا جماعه هنا، ممكن يكون فيه بس انا اللي مش عارف اقل فيها اكتر من كده يعني. فيلا بينا على اي زرعه تانيه. المكان يا جماعه اللي ورايا ده دلوقت حرفيا كنز، المكان دوت مليان جحور ودايما هو اللي باجي الاقي فيه حاجات يعني، وفي الغالب لما بصطاد من هنا بيبقى المكان ده فيه اكتر حاجه. فبرضه هو دلوقت مزروع من الشتاء وكده، احتمال كبير جدا يبقى فيه حياه دلوقت. الكلب ده يا جماعه من ساعتها وانا واقف بصور واقف جنبي كده قاعد ما بيعملش اي حاجه، نعسان خالص، تحسه مضمون من حياته كده مش عارف ماله، رايح لزمايله. اجمل حاجه في الكلاب هي انها مش بتجري وراك. ده ايه ده، في عصابه. انا بصور الكلاب في البريه يا جماعه، باين في عركه.
ادي الكلب النعسان بتاعنا هناك واقف يتفرج عليهم. خلينا في صيد التعبين احنا. المنطقة اللي احنا نزلنا فيها دي يا جماعة مليانة جحور زي ما انتوا شايفين، حرفيا في كل منطقة جحور، فاحنا مضطرين عشان نمسك تعبان واحد او اي حاجة عامة نفتش جحر جحر. فيلا بينا على الجحر اللي هناك ده. اه يا جماعة الجحر باين كان في حد حاطط العصاية دي قبل هنا. هو مفيش حد بيجي يصطاد هنا غيري، بس مش عارف ايه اللي جابها هنا، بس اكيد مش كلب اللي حطها. يعني الجحر طلع غويط اوي يا جماعة. يا ساتر، تفتكر انا اللي كنت حاطط البتاع دي هنا وانا مش واخد بالي؟ هو احتمال كبير يكون فيه هنا، بس هتخش جوه ازاي؟ مفيش طريقة انك تخش بيها جوه. يلا نشوف جحر تاني بقى. طبعا يا جماعة احنا جبنا الجحر هنا لاخره، فهو في اثار في كل حتة هنا الصراحة، بس لما جبنا الجحر لاخره يبقى فيش حاجة خلاص. في جحر تاني اهو يا جماعة، زي ما قلت لكم المنطقة هنا مليانة جحور، في دبانة دخلت في ودني بس زي ما انتم شايفين الجحر ده اعمق بكتير من اللي قبله. لازم كنت واخد بالي جدا عشان لو في كوبري جوه ولا حاجة، ثمها بيجيب فشل في الجهاز التنفسي وحرفيا هموت لاني مش هلحق اروح المستشفى. فخلوا بالكم يا جماعه، لو هتمد ايدك اكتر من كده يبقى استخدم عصايه احسن. جبته الاخر برضو، بس على ما اظن مفيش حاجة. يعني في هناك يا جماعة برضو مجموعة جحور، فانا هروح برضو استكشفها. مش عارف يا جماعة انتم ملاحظين ولا لا، بس في اثار تعبان هنا، واخدين بالكم؟ اه مطلعش في حاجة يا جماعة، طلع عش نمل. النمل كله قاعد يقرص فيا اول ما شلته، شايفين بيشيل الأكل في الصورة بتاعه ازاي؟ شايفين؟ ده مخزون اللي بيحضروه للشتا. أنا ريحة الصيد النهاردة متعبة بصراحة، لسه مسكتش حاجة لحد دلوقت. شايفين بينموا الأكل بسرعة ازاي؟ كانوا مكومين كله هنا. بدأ يقرصني في كل حتة النمل، حبشين هنا. أدي جحر كمان يا جماعة، لقينا فيه آثار. مش عارف يا جماعة ممكن مكنش الكاميرا مبيناها، بس فيه آثار تعبانة واضحة جدا يعني. ركزوا كده هتلاقوها. في تعبان جوه يا جماعه اهو، ملاحظين هو مستعد كده دلوقتي يا جماعه انه يعضني، فلازم اخد بالي جدا وانا بصطاده. مسكته اخيرا، من الواضح انها النتاية غامقة جدا جدا جدا. يعني النتاية هي اللي بتكون باللون ده، الدكر بيبقى عكس العكس بالظبط، اللون اصفر او فاتح شوية. الخضير يا جماعة من التعبين اللي هي متخافش منها اصلا، هي ضعيفة السمية. احنا عندنا هنا في مصر تعبين، او في العالم كله، في تعبين سامة وضعيفة السمية، وفي تعبين ما عندهاش غدة سمية. فالخضيري اه سام، ولكن سمه ضعيف التأثير على البشر. يعني مثلا كبير يقتل فار، يقتل زاحف، بس مش هيقتل إنسان. يعني هي حتة حجمها وسط يعني جميلة.
هو عامل في الاول لو تاخدوا بالكم عامل نداء تحذيري، بس ما تخافوش، هو بس يعمل كده زي ما قلت، كان نداء تحذيري انك تبعد عنه، بس هو ما يقدرش يزيك يعني. بس اول صيد معانا النهارده يا جماعه، يلا بينا نكمل بقى. بطلع تعبين والله. انت بتطلعهم ازاي؟ يعني اشوف اي جحر كده وبدور فيه. ما تخافش من اللي هيطلع لك بقلبه ولا حاجه؟ بعرف الانواع. عارف الانواع. اعرف السم من غير السام، فاهمني؟ المرتبه بص اللي. لسه مطلع منها اتنين دلوقتي. ايوه. لا واحد متوسط كده والتاني هرب مني. هرب مني؟ اه. المرتبه الكوبا ده فيها ايام. ما لسه. ما دي مكمل بقى هناك شوية وهنا شوية كده. لا بعد يلا حاجة. السلام. الناس هنا طيبة برضو يا جماعة، وطبعا الجحر ده ما تلاقيش فيه حاجة. في تعبان اهو يا جماعة، خضيري برضو في فين اهو يا جماعة، قاعد مستخبي. نفس حجم التاني تقريبا، زي ما قلتلكم التربة الشبه الصحراوية اللي احنا فيها دي بتكسر فيها تعبين الخضيري، وكمان بيبقى فيها انافد وبيبقى فيها حاجات زي خنفساء المصريين المفترسة وبرص خشن الجلد وحريش البحر الابيض المتوسط. كل دي انواع بتعيش في التربة اللي احنا فيها بالظبط. اما مثلا لو طولت شوية هتلاقي هناك تربة طينية، فهتلاقي انواع مختلفة تماما. يعني بدل الخضيري هتلاقي بالسيور، بدل ام 44 بحر متوسط هتلاقي ام 44 تنزانية اللي هي بتعيش الاماكن الزراعية اكتر، وهكذا. هتلاقي بقى وهتلاقي تعابين نرد والكوبرا كده كده بتعيش في البيئتين، وهتلاقي برضو هناك الأزرود البيتي، فاهميني؟ البيئتين قريبين من بعض ولكن لكل بيئة كائنات بتعيش فيها. مكان زي اللي احنا فيه دلوقتي يا جماعة بقى مختلف عن المكان اللي احنا كنا فيه في الأول. احنا هنا ممكن نلاقي تعابين من اللي هي بتعيش في التربة بقى الطينية، وبالذات تعبان النرد اللي هو بيعيش في الأماكن اللي زي دي بالظبط. الرمل يا جماعة حرفيا ملا جسمتي، كل ده من المنطقة اللي احنا كنا فيها في الأول. أنا بقالي يا جماعة دلوقتي بتاع قرابة ال4 ساعات بدور على التعبين ومسكتش غير اتنين بس. هو كده كده التعبين الخضرية متبقاش موجودة بكميات كبيرة، تعبان الصيور هو اللي موجود بكميات رهيبة في الشتاء، بس ده هنعمله في فيديو تاني. أنا الصراحة مش قادر لسه أدور على الصيور دلوقتي، احنا يا دوبك هنلحق نصطاد شويه كمان قبل ما الدنيا تغيم وبس كده. النهارده تعبان جوه يا جماعه، مسكه اخيرا. ده تالت تعبان معانا، وبرده خضيري. انا الصراحه زهقت من الخضيري. في ناس بالنسبه لها لو شافت كوبرا فده كابوس، ولكن بالنسبه لي انا لو لقيت كوبرا هبقى فرحان جدا يعني ومبسوط بيها، لان الكوبرا الصراحه بتبقى حاجه جميله جدا يعني في التربيه وكده، بس ما انصحش حد يتربيها يعني. اكيد اتعودوا برده يا جماعه وانتوا تصطادوا تعبين، مش بس تلاقوا تعبين جوه الجحور، كمان اي صخره تشوفوها شيلوها، يمكن تلاقوا تحتها حشرات نادرة أو زواحف. عامة أنت دايما بتصطاد حشرات وزواحف، فأنت هتدور ما بين الشقوق وتحت الصخور وكمان جوه الجحور، لأن في حشرات ياما جدا وزواحف ياما تفضل إنها تبقى تحت الصخور. يعني أنا طول ما أنا ماشي حرفيا أي صخرة بشوفها بشيلها، حتى لو اتلقيت عليها نمل. يعني أنت بالطريقة دي بتستكشف حشرات جديدة. بصوا كده يا جماعة، تلاقيت وأنا ماشي دلوقتي أبو السيول. تعالى 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 تعالى.
طبعا يا جماعة أبو السيول، أنت مستحيل تمسكه كده في فصل الصيف، لأنه حرفيا في فصل الصيف بيبقى نشيط وحركته سريعة جدا، وهو من أسرع التعابين أنت ممكن تشوفها في حياتك. بس في الشتاء بيبقى بطيء شوية، كل الزواحف بتبقى بطيئة في الشتاء عامة. وبس كده يا جماعة، دي كانت التعابين اللي احنا سكناها في فيديو النهاردة، هوريها لكم واحد واحد دلوقتي. أجي ها تعبان خضيري حجمه وسط يعني، انا اجمعهم كلهم في الكيسه دي. انا كنت لسه عايز اصطاد كمان، بس للاسف يعني الدنيا بتغيم ومعيش كشاف هنا. هو الصيد بالليل بيبقى فيه حاجات برضو مميزه، اغلب اصلا في تعابين ياما. اولا هي التعابين معايا نهاريه، بس في تعابين ليليه اللي هي مش بتعيش اصلا ولا بتنشط الا بالليل بس. فادي نوعين من التعابين اهو، ابو السيور والخضيري. بنعرف نفرق بينهم ازاي؟ ابو السيور عامه بيبقى فيه على ظهره خطين مميزين ليه قوي، اي تعبان على ظهره خطين كده يعني ابو السيول ليه ملامح واضحه عن بقيه التعابين. والخضيري طبعا احنا عارفين بيبقى حجمه اكبر، هو تاني اكبر تعبان في مصر، طبعا حجمه بعد كده بيعدي الاتنين متر. شايفين متميز برضو بان هو منقرش كده، كان هيشيل مني دلوقتي. ها يا جماعه التعابين، تعابين يعني حرفيا احنا مسكناش الا تعابين خضيري وتعبان ابو السيول واحد بس، وشايفين اهمت تعبين ضعيفة الصم. لا 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 ولاد الجزمة، قمط حرفيا بتقف بيبق علي. انا هدخلهم يا جماعة عشان بصراحة مش عايز اتعدى اكتر من كده. وبس دي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة. يخرب بيت امك، أشوفكم في فيديو جديد، سلام.